متابعينا مستمرين معكم بفقراتنا واجت فقرة التغذية والأكل، بس موضوعنا اليوم هو بنسمعه كتير وبننسأل عنه كتير. يا دكتور كيف بدي أنصح؟ كنا نسمع قبل كيف بدي أنحف، هلا صرنا نسمع كيف بدي أنصح. كيفك روان؟ صح مظبوط الحمد لله تمام. أنت كيفك؟ كيف ممكن أنصح؟ هلا أول إشي كيف بنقدر نحدد موضوع إذا أنا ضعيف أو لا؟ بالضبط. عن طريق مؤشر كتلة الجسم أو اللي بنسميه BMI لما بيكون تحت ال 18.5. بس أوكي. هذا المؤشر بضل فيه مشاكل، إنه بيعتمد فقط على الطول والوزن، ما بيعتمد على الكتلة العضلية أو الكتلة الدهنية. وهم نذكر بأنه حسابه الوزن على طول تربية. كل حدا بده يحسب، حكينا 18.5 ولكن غير ممكن نعتمد عليه طبعا. تمام. ولكن لما يكون تحت ال 18.5 مو شرط يكون الشخص بيعاني من مرض خطير او شيء. تمام. بس بنطلب منهم فحوصات، بتكون هي فحوصات الغدة الدرقية اذا كان في فرط نشاط للغدة الدرقية. انها ممكن تعمل نحافة مفرطة. صح بتعمل. تمام. هي نحافة مفرطة. نحافة مفرطة. تمام. وكمان في بعض انواع التحسس لاكل معين بس بتكون اعراضه غير ظاهره، مثل السيلياك ديزيز او حساسيه القمح. مزبوط. وبنطلب منهم فحص مخبري للكشف عن التحسس اذا كان موجود. اذا اول شيء ممكن يعمل المريض انه يزور اخصائيه التغذيه وبالتعاون مع الطبيب نعمل فحوصات له نشوف انه ما في اي مشكله مرضيه عنده. بعد ما نستثني مشكله مرضيه بنروح لموضوع ثاني اللي هو ما عندك مشكله مرضيه هو الاكل. مزبوط. كيف ممكن طبعاً يحل هاي المشكله من خلال الغذاء؟ هلا هو من خلال الاكل اكثر مشكله بتواجه الكل انه هو بيكون اصلا ما بياكل. فعشان هيك احنا بنطلب من اي شخص عنده نحافه مفرطه يقسم وجباته بترتيب من 5 لـ6 وجبات، وتكون الوجبات كبيره. أوكي. ومركزه بشكل اساسي على الكربوهيدرات. أوكي. والبروتينات والدهون، بس اي دهون بتكون الدهون الصحيه، لانه اي واحد نحيف بفكر انه انا مفتوح لاني اكل اللي بدي اياه. بالضبط. سواء كان جانك فود او شو ما كان الاكل. أوكي. بس احنا بدنا تكون الزياده زياده صحيه وصحيحه. أوكي. فبتكون بالاكل الصحي. اوكي. طب هون قبل ما نحكي عن موضوع الاكل، ممكن روان كمان موضوع الانوركسيا او الخوف من الاكل طبعا يعمل مشكله؟ في ناس بيكون عندهم مشكله الانوركسيا لانه بخافوا انهم ينصحوا فبتصير عندهم الشهيه قليله لا اراديا، فهو هذا الموضوع بيتجه اكثر حاله نفسيه. اوكي. طيب هلا لما نحكي عن الاكل حكينا نزيد عدد الوجبات والكربوهيدرات والكذا، مثل ايش ممكن الواحد ياكل ويزيد؟ هلا عندنا من الدهون الصحيه اللي بنقدر ناخذها مثل الافوكادو، المكسرات، وعندنا كمان جوز الهند. اوكي. قديش معي افوكادو يعني في اليوم مثلا؟ هلا بعتمد حسب احتياج الشخص، يعني أوكي. احتياجك للدهون بنقدر نحدد منه، يعني ما بقدر احكي لك انه تاكل حبه كامله او أوكي. بتفرق من شخص لشخص. او ممكن نخلطهم مثلا، ممكن نعمل عصير نقدر. والتركيز كمان على الكوكتيلات اللي بتكون غنيه، يعني ليش دائما نلجا للكوكتيل؟ لانه بيكون غني. أوكي. وبالعاده مشكله الناس اللي عندهم نحافه بيشبعوا بسرعه. فعشان هيك دائما نحكي لهم انه يلجأوا للاكل اللي بيكون هاي دنس، بتكون فيه سعرات حراريه عاليه بس بيكون صحي بنفس الوقت. اوكي. طيب قديش بياخذ وقت الواحد حتى نحكي اذا بدا مثلا على فتره، يعني انا زدت وجباتي لخمس وجبات، لقديش بدي وقت حتى احكي انه انا عم بتحسن او بزيد وزني تقريبا؟ هلا هذا الشيء بيعتمد من شخص لشخص حسب طبيعه الجسم، يعني في ناس بتكون عندهم الاستجابه السريعه، في ناس بتاخذ وقت. أوكي. بس اهم شيء انه بدنا استمراريه اكثر، يعني الناس بفكروا انه نعمه انه الواحد نحيف. بس انه هي كمان زيها زي اللي عنده وزن زايد، بدها استمراريه وصبر، مش الشغله بتصير بسرعه. صح. طبعا هون بنذكر بقى موضوع ممارسه الرياضه وزياده طبعاً الكتله العضليه. أكيد. مع الاكل ممكن والابتعاد عن التدخين والقلق، وانه يناموا ساعات كافيه. من اذا مارسوا الرياضه يا جماعه، كلوا منيح، ناموا منيح طبعا، واكيد النفسيه تكون كثير منيحه، الامور اكيد رح تكون أكيد. احسن. شكرا كثير لك روان. ان شاء الله نكون وصلنا لكل حدا عنده نحافه رساله بيقدر من خلالها انه يزيد وزنه. مستمرين بفقرات البرنامج، خليكم معنا متابعينا.